فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم يقول إن الإمام لا يقول عند تسوية الصفوف لا يقول استقيموا، وإنما يقول أقيموا صفوفكم، لأن الاستقامة غير إقامة الصف. هذه فلسفة من عنده، هذه فلسفة من عنده، يقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم. أنا قلت يأتي بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحدث شيئا من عنده. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.